في شمال المملكة في محافظة القريات أقيم المهرجان الدولي للطيور نقطة القريات الدولية للحمام الزاجل، وذلك في الساحة الرياضية والذي يستمر لسبعة أيام. كما ضم المهرجان العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية والتي تناسبت مع كل أفراد العائلة وسط أجواء ممتعة وشيقة، حيث رصدت الكثير من الجوائز المالية والقيمة للجمهور. حفلنا اليوم افتتحها سعادة محافظ الرياض طبعا بعد موافقة صاحب السمو الأملكي الأمير فيصل بن نواف أمير منطقة الجوف. هو هدف لجميع العوائل والأسر، فيه الشباب، الأطفال، في أنشطة مصاحبة، في مسرح طفل، في ألعاب رياضية، في أنشطة ثقافية. يشمل المعرض بيت للضيافة للرجال وبيت ضيافة للنساء وخيمة للتراث وخيمة لبيع المنتجات المشهورة بالقريات كزيت الزيتون. يعتبر المهرجان رافدا اقتصاديا وعاملا أساسيا للجذب السياحي في المنطقة، حيث أقيم سباق للحمام الزاجل والذي شارك فيه 12 دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا، بالإضافة إلى المشاركين من داخل المملكة. الحدث الكبير في هذا الموضوع أن الثلاث مراكز الأولى، المركز الأول حصد 100,000 ريال، والثاني 30,000 ريال، والثالث 15,000 ريال. طبعا المهرجان أسس على بناء على هذه النقطة اللي لاقت استحسان من جميع زوارها، والحدث العظيم والكرنفال الكبير اللي يستقطب الزوار لمنطقة الجوف وخاصة محافظة القريات. أنا طبعا من المنطقة الشرقية، البطل صالح عبد الله أبو هميل، وأنا فزت بالمركز الأول وأخذت جائزة 100,000. طبعا 100,000 ما هي بسيطة، وأنا أشكر طبعا اللي هو المهرجان اللي هو حق قريات على مستوى، يعني على مستوى عالمي عالمي جدا. يعني أخوكم خالد سالم الصباح من دولة الكويت. في البداية نهني أنفسنا أولا ونهني جميع أهالي القريات على نجاح هذا المهرجان الكبير واللي أبهرنا في تنظيمه، والهدف منه جمع جميع دول الخليج في تحت سقف واحد في منافسة شريفة. معكم عبد الله الظفيري من حضر الباطن، والحمد لله تم حصولي على المركز الثالث، جائزة 15,000، وللأمانة مهرجان يستحق العنوة. بدأت هذه المسابقات بالانتشار حتى تم وضع أنظمة عالمية لها، ولأن المملكة العربية السعودية تزخر بمحبيه ومربيه الحمام الزاجل أقيم هذا المهرجان.